نعم استاذ. شفت الملف اللي بعت لي اياه؟ وبظن انه اللي انت كاتبه في اغلاط كبيره. استاذ اسف، يمكن في اغلاط كبيره. ومن خلال مراجعتي للملف لاحظت انه محاسب شركتنا عم يتلاعب وياخذ مصاري. كان عم يسحب مصاري على اسس مزيفه من شان منفعته الشخصيه. بدي اشكرك يا سمير. شكرا كثير سمير، انا بعرف منيح انه انت تعمدت تعمل هالاغلاط لحتى انا اعرف اللي صار. منيح منيح كثير سمير، باول يوم لك انت عملت شغل كثير حلو. اما من شان المحاسب فانا رح ألعب، ومن اليوم ورايح انت رح تكون دائما معنا هون، ورح اعطيك زياده على راتبك 850 روبية. ألف مبروك سمير. يا ربي شو بدي أعمل؟ أكيد إنه كل هذا اللي صار منيح بس مو إلي أبداً. 850؟ شو هالمبلغ؟ ضلينا وقتها عم نضحك كتير ولوقت طويل، وما حدا قدر يتخيل الشي اللي صار هني. شو القصة بينديا؟ ليش مزعوجة؟ نحن الثلاثة المفروض إنه نكون رفقات، صح؟ إيه؟ طبعاً. ليش؟ وهذا الشيء بيعني منيح انه نحن لازم ما نخبي اي شيء عن بعضنا البعض، صح؟ شو مناسبة هذا الحكي كله؟ ليكي بنديا، الحقيقة ما بتضل مخباية كل الوقت، بس صدقيني في شغلات إذا انحكت بوقتها فهي رح تعمل مشكلة كتير كبيرة بين الناس. بعدين بوقتها نحن ما قدرنا إنه نحكي لك الشي اللي عملناه بنوب، كان بدنا الموضوع يبين طبيعي. ليكي بنتي، نحن صح خربنا التلفزيون بس هالشي كان بس من شان لحتى تحطوا التلفزيون الجديد بالصالة، صح؟ مو هيك، بس لحتى يضل التلفزيون الجديد تبعك بالبيت. اسمعيني شوي، حاولي تفهمي اللي عم نقوله. نحن ما كنا حابين انك ترجعي تلفزيوني اللي هدوك اياه اهلك وقدموا لك اياه بمحبه كبيره، وما كنا بدنا تنجرحي ولا ينجرحوا هن كمان. بكل الاحوال ما كنت رح ارجع التلفزيون لاهلي وخبرتكم بهذا الشيء. ايه بس الطريقه اللي كنتي بدك تخلي التلفزيون فيها عندك كان ممكن تقلل احترام الكبار بالبيت. ليكي بنديا، الكل بيعرف منيح اهميه احترام جدي بهذا البيت، وإذا أنتي كنتي تصرفتي هيك معه كانت صارت مشكلة كبيرة. هيك بدك؟ بنديا، نحن عملنا هالشي مشان ما تنجرحوا أنتي وأهلك. وإلا فيكي تقليلي نحن شو هي مصلحتنا بأنه نعمل كل هذا الشي بالشاشة؟ أنا بصراحة ما بتفرج على التلفزيون نهائيا، وما جيت مشغولة بوظيفتها لدرجة أنه ما عندها وقت تتابع شي أبدا. بتمنى انه تكوني تعودتي علينا وعرفتينا منيح بالوقت اللي مرق. ليكي بنتي، نحن ممكن نفكر نجرح حالنا بس مستحيل نفكر نجرح حدا من كبارية هي العائله.